السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام أهلا بكم إلى جلسة الأعمال ومجموعة متنوعة من القصص والأخبار الاقتصادية نبحثها وإياكم مع مجموعة من ضيوفنا المتخصصين حتى الحادية عشر بتوقيت الدوحة صباح الخير روان صباح النور مروان صباح الخير مشاهدينا الكرام ومواضيع جديدة لهذا الصباح بمشيئة الله نبدأ إن شاء الله من وكالة ستاندر أند بورز ونظرتها المتفائلة حول الاقتصاد القطري وتوقعاتها بأن يصل إجمالي الناتج المحلي للدولة الإسمي إلى نحو 716 مليار ريال وذلك خلال العام 2023 مع تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الحقيقي للدولة بنحو 2% بدعم من مجموعة مهمة من العوامل يستفيد منها القطاع في هذه المرحلة وفي موضوعنا الثاني مشاهدينا نتحول بكم الى الهيئة العامة للتقاعد والتي اظهرت ان عدد المشتركين الجدد في نظام التقاعد خلال شهر يوليو من العام الجاري بلغ 105 مشتركين كما نهزت قيمة استثمارات الهيئة بصندوقي المعاشات المدني والعسكري في السوق المالية المحلية مستوى 47 مليار ريال وذلك بنهاية اغلاق يوم 28 من اغسطس الجاري في قصتنا الثالثة نستعرض مع, حضر، مع حضراتكم قائمة فوربس الشرق الأوسط والتي ألقت الضوء على أقوى الشركات القطرية من خلال قائمة أكبر ثلاثين شركة عامة في قطر والتي جاء ترتيبها بناء على قيمتها السوقية وجاءت القائمة بصدارة مجموعتي كيو ام بي وصناعات قطر ولنا وقفة معتادة طبعا لهذا اليوم مع بورصة قطر حيث سنقف على أهم أسباب التراجع المسجلة بنهاية جلسة الأمس كما سنلقي الضوء على افتتاحيه جلسه اليوم واهم ملامح اداء الشركات والقطاعات لهذه الجلسه جلسه منتصف الاسبوع. اليوم ايضا لنا نافذه على التضخم العالمي والقلق الذي يثيره على المستوى العالمي ليس فقط على مستوى الاقتصادات والحكومات ولكن ايضا على مستوى الشعوب التي صنفته بحسب تقرير حديث كاكثر الامور اثاره للقلق. لدى 27 دولة شملتها الاستطلاعات ليسبق بذلك عوامل أخرى أبرزها الفقر والكورونا والبطالة والإرهاب أيضا نعم وسنتابع اليوم أيضا في محطة عالمية تفاعلات في أسواق الطاقة وخاصة على صعيد أسواق النفط التي سجلت ارتفاعات بأكثر من 4% عند تسوية تعاملاتها وسنركز على أهم تطورات ملف الطاقة وملف الغاز العالمي بشكل خاص في الأسواق الأوروبية نرحب وإياكم مشاهدي الكرام بضيوفنا الذين سيرافقون خلال جلسة الأعمال نبدأ بالدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي والسيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية ويرافقنا كذلك من بورصة قطر السيد عمر القضاء صحفي الاقتصادية وعبر سكايب من الكويت نرحب بضيفنا الخبير الاقتصادي السيد علي العنزي فاصل قصير مشاهدي الكرام ولنا عودة ابقوا معنا مشاهدينا واصلت وكالة ستاندرد أند بورز رؤيتها المتفائلة للاقتصاد القطري حيث توقعت الوكالة أن يصل إجمالي الناتج المحلي للدولة الإسمية وذلك عن العام المقبل إلى نحو 716 مليار ريال الوكالة نوهت كذلك إلى أن الاقتصاد القطري سيواصل تسجيل مستويات أداء إيجابية مستفيداً من العديد من المحفزات وعلى رأسها تواصل ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية وغيرها من العوامل التي سنطالع ابرز تفاصيلها وابرز تفاصيل توقعات ستاندرد اند في هذا التقرير مع الزميل مروان تفضل شكرا لك يا روان إذن مشاهدينا الكرام في أحدث التقارير الصادرة عن وكالة ستاندر أند بورز توقعت فيه أن يحقق الناتج المحلي الاسمي لدولة قطر خلال العام المقبل نحو 716 مليار ريال متوقعة أن يحقق الاقتصاد خلال العام المقبل نسبة نمو للناتج المحلي تصل إلى 1.9 في المئة مستفيدا من مجموعة من العوامل المختلفة في مقدمة هذه العوامل أولاً ارتفاع أسعار المنتجات والمكثفات الهيدرو كربونية بالإضافة إلى تواصل العمل على تطوير حقل الشمال للغاز الطبيعي. نضيف إلى ذلك الحرص المستمر على تدعيم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني عبر تكثيف مدخلات الإنتاج الصناعي في العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاعات المالية والتكنولوجية. وكالة ستاندر أند أيضا قالت بأن الحساب الجاري سيحقق بدوره فائضا بنحو 96 مليار ريال وبنسبة نمو هذا تقريبا يمثل 13.5% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع يعرف الحساب الجاري على أنه مؤشر مهم لصحة الاقتصاد يتكون من كل من الميزان التجاري وهو السلع والخدمات وتصدير وناقص استيراد بالإضافة لصافي الدخل من الخارج وصافي التحويلات الجارية الوكالة نوهت في ذات أيضا الإطار إلى أن الميزان التجاري يتوقع له أن يحقق فائضا بنحو 232 مليار وهذا يمثل تقريبا 33 أو 32.5 ونصف في المئة من إجمالي الناتج المحلي المتوقع تحقيقه خلال العام المقبل توقعت ستاندر أنبورز كذلك أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً يقدر ب 43 مليار ريال خلال العام المقبل وهذا يشكل تقريباً ما نسبته 6 في المئة. البيانات ذاتها أشارت إلى حصة الاستثمار في الاقتصاد الوطني حيث تتوقع ستاندر أنبورز أن يصل الاستثمار إلى نحو 300 مليار ريال بما يشكل تقريباً ما نسبته 42 في المئه من اجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام المقبل وسيستفيد الاستثمار المتدفق الى الاقتصاد القطري من مجموعه من العوامل المتنوعه على راسها سهوله ممارسه الاعمال التجاريه وجذب الاستثمار الاجنبي ومواكبه التشريعات والقوانين وايضا التطلعات ياكم الله من جديد مشاهدي الكرام مزيد من التفاصيل نذهب بكم الى الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركه الامل للاستثمار اذا دكتور صباح الخير اولا صباح. تابعت التقرير صباح. الصادر عن ستاندر اند بورز نمو متواصل للاقتصاد القطري حتى ما بعد العام 2022 في تقديرك هل اصبحنا نتحدث اليوم عن نمو مستدام بطبيعه الحال العوامل واضحه الحقيقه للجميع لكل المتابعين. بالنسبه جانب الارقام، جانب المؤشرات، جانب ايضا الحقيقه الاداء الاقتصادي في الداخل بالنسبه للبنى التحتيه، البنى الفوقيه، المرافق كلها واضحه وطبعا تعد لمرحله النمو مرحله, مرحلة الانطلاقه ما بعد كاس العالم. لكن في عاملين العاملين الاهم الحقيقه اللي يمكن ما سمعناه من اس بي اللي هو انخفاض مستوى المخاطر في المنطقه بشكل كبير، طبعا في في الماضي كان عندما ننظر لمنطقه الشرق الاوسط دائما كان يؤخذ في الحسبان طبعا مستوى الاحداث ومستوى المخاطر الان كل كل الحديث هذا وكل هذا التطور وكل هذا النمو الان في بيئه اكثر الحقيقه هدوء اكثر ايضا تراجع بالنسبه للعنف في المنطقه واكثر ايضا امان، اذا المردود يصبح اعلى واكثر جاذبيه بالنسبه للمستثمر في الداخل وفي الخارج. الجانب الاخر والاهم الحقيقه ان عمليه الاعداد والتاهيل للدوله في كل مناحيها، وبدا من التشريعات الى الاجراءات الى التسهيل الى الجذب الى 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 كما نرى حتى أيضا في الجانب التشريعي محكمة الاستثمار غير كلها الحقيقة هذا الجانب وما بعد خاصة المرحلة هذه ومرحلة الإعداد هذه هناك إمكانيات كامنة حتى الآن لا يمكن الحقيقة قياسها في الأرقام المقصود أنه راح تفاجئنا إن, إن شاء الله وتكون إيجابية أكثر من حتى التوقعات اللي الآن نشوفها من الأسم بي ومن المؤسسات الماليه بشكل م. عام. نعم، سيد احمد، يعني اسعار الطاقه طبعا بشكل واضح ستكون دعم رئيسي للنمو المسجل هذا العام، لكن في الوقت الذي تستفيد فيه الدوله من هذه العوائد، خطط تطوير القطاعات الاخرى سواء الطاقه المتجدده او حتى القطاعات غير النفطيه لا تزال تسير بشكلها المعتاد وضمن ما هو مخطط له. اليوم كيف ترى تسارع التحول نحو الاقتصاد غير النفطي و الخطط الموضوعه لتخفيض التعويل على الاقتصاد النفطي تجنبا للتقلبات على الاقل التي نتابعها في هذه الاسواق. صح. بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك انه خلال هذه الفتره شفنا اذا بدك تنوع بالاقتصاد القطري ودخول مصادر جديده للدخل اساسيه ومهمه وتركيز على مصادر غير نفطيه سواء كان القطاع الصناعي او كان بقطاع السياحه او كان بعده قطاعات اخرى. هذا التنويع بمصادر الدخل وكان سبب رئيسي برفع نسبة المساهمة للمنتجات غير النفطية أو للقطاعات غير النفطية بضمن موازنة الدولة اللي موجودة حاليا وصلنا اليوم لمناطق مهمة جدا قربنا من الخمسين بالمية تقريبا في يناهز الخمسين 50% هذه المساهمة برأيي أنا أساسية ومهمة للأجيال أكثر من من الوقت الحالي وبالتالي هي نظرة مستقبلية مهمة بنفس المنطق هذا اللي بدنا نحكي فيه اليوم قطاع الطاقة بالعالم بالرغم من أهمية النفط وبالرغم من رأيي الخاص أنه النفط سوف يستمر لعدة سنوات قادمة ولكن الدراسات بكل دول العالم تقريبا بمعظم دول العالم تتجه نحو الطاقة النظيفة وبالتالي طاقة متجددة وطاقة وطاقة نظيفة وهون كان ذكاء دولة قطر او بعض الشركات القطرية اللي قاموا او بداوا منذ الان بالاستثمار بهذه الشركات وبالتالي استمرار طاقة النفط يعني قوة اضافية للدولة قوة اضافية للشركات الحكومية مثل شركة قطر للطاقة وغيره وايراد اكثر للموازنات في حال الانتقال إلى الطاقة المتجددة قد يكون هذا أيضا في صالح عام ليد يعني دولة قطر لأنه بدأت بالاستثمار بهذا الموضوع وقد أيضا يسبب دخل جيد بالمراحل القادمة وبالتالي المراهنة على الشيء ونقيضه يعتبر مهم جدا بعالم الاقتصاد الاستثمار بأي مشروع والاستثمار بأي مشروع آخر قد يستفيد من سقوط المشروع الأول أو من ضعفه خلينا نقول فاقاب بشوف انه الاستثمار بهذا الموضوع لا. يمشي بشكل جيد واساسي ومهم جدا للاجيال القادمه خاصه في ظل يعني تصاعد الاصوات اللي هي الشركات والعمل الصديق للبيئه والطاقه المتجدده ايضا دكتور فوائد متوقعه في كافه الموازين الماليه التجاريه للدوله كيف يمكن ان يعني يمكن اعاده الاستفاده من تلك العوائد والفوائد في اقتصاد متقلب غير مستقر يتسم بالضبابيه في كافه المناطق الاقتصاديه العالميه طبعا قطر لها باع كبير الان خاصه الصندوق السيادي الحقيقه هناك خبرات متراكمه هناك معرفه ادق بدانا نرى ايضا الصندوق يتجه لخاصه الاقتصاد الرقمي والى الذكاء الالي والى ايضا تعدين البيانات الكبيره، كل هذا الحقيقه راح يكون ايضا مجال كبير بالنسبه لكل الفوائد الماليه، الان الحقيقه اللحظات هذه جدا جدا مهمه واساسيه كمنطلق اذا كان كاس العالم، اذا كان ايضا معظم المشاريع الكبيره اصبحت على نهاياتها، احنا الان على عتبه كاس العالم، اذا كل هذه الفوائد الماليه يمكن توجيهها. استطاعت الدولة واستطاع الصندوق السيادي في المرحلة الماضية من توزيع الاستثمارات في أوروبا في أيضا الولايات المتحدة في كثير من الدول الآن الاتجاه الآسيا وخاصة اللي فيها النمو السريع فيها التطور السريع اليوم في آسيا في الصين في كوريا ايضا في المناطق اللي اصبحت هي الاكثر الحقيقه فاعليه على المستوى الدولي، اذا ما زال هناك الحقيقه هامش كبير، ما زال ايضا هناك سعه بالنسبه للتوجه خاصه الان التركيز على التقنيات الحديثه والتقنيات المستقبل لدعم الاقتصاد وايضا توطين هذه التقنيات وتوطين هذه الاستثمارات وتوطين هذه الشركات خلال المرحله القادمه. مرحلة جدا اساسية ومنطلق اساسي نعم. من قاعدة جدا جدا الحقيقة الان اصبحت واضحة واصبحت مواضيعنا كلها الحقيقة يعني في متناول اليد بعد كل ما تم تحقيقه حتى الان. نعم مشاهدينا الكرام طبعا ننتقل بكم الى ملفنا التالي في هذا الصباح. حيث أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن عدد المشتركين الجدد في نظام التقاعد خلال شهر يوليو من العام الجاري بلغ 105 مشتركين موزعين على 36 من الإناث و69 مشتركا من فئة الذكور إلى ذلك فقد نهزت قيمة استثمارات هيئة التقاعد بصندوقي المعاشات المدني والعسكري في السوق المالية المحلية مستوى 47 مليار ريال وذلك بنهايه اغلاق يوم الثامن والعشرين من اغسطس من العام الحالي إذا أبرز ما تناولته البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مشاهدينا الكرام في هذا التفصيل مع الزميل مروان تفضل مروان شكرا لك روان إذا مشاهدي الكرام البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قالت وكشفت عن إجمالي عدد المشتركين في أنظمة التقاعد الوطنية والذي بلغ 80196 مشترك نشط في نهاية يوليو من العام الجاري موزعين إلى نحو 6 وستين ألف وأربعمائة وخمس وثمانين في القطاع الحكومي وثلاثة عشر ألف وسبعمائة وأحد عشر مشترك في القطاع الخاص ذات البيانات الصادرة عن الهيئة أظهرت أنه عدد الإناث من المشتركين أعلى من نسبة الذكور حيث بلغت نسبة الإناث من إجمالي المشتركين سبعة وخمسين في وبعدد يصل إلى خمسة الف مشتركة. مقابل نسبة الذكور التي بلغت ثلاثة في بعدد أربعة 34 واربعين مشتركا. إلى ذلك فقد سجل شهر يوليو من العام الجاري. زيادة ب ب105 مشتركين جدد في أنظمة التقاعد. موزعين إلى نحو اثنين وتسعين مشتركا في القطاع الحكومي وثلاثة عشر مشتركا في القطاع غير الحكومي ويشار إلى أنه عدد الذكور المسجلين الجدد بلغ ستة مشتركا وبنسبة تصل إلى أربعة وثلاثين في المئة في حين بلغ عدد الإناث المسجلات حديثا في شهر يوليو من العام الجاري تسعة وستين نقطة بما يمثل تقريبا خمسة في المئة على مستوى المتقاعدين فإن العدد التراكمي بلغ في نهاية شهر يوليو 15861 متقاعد موزعين على 13738 متقاعدا في القطاع الحكومي في حين بلغ المتقاعدين من غير القطاع الحكومي 2123 متقاعدا جاءت فئه الذكور اعلى من حيث العدد وبالنسبه مقارنه بالاناث حيث بلغ عددهم 8224 مشتركا بما يمثل ما نسبه تقريبا 52% في حين بلغ عدد الاناث المتقاعدات 7637 متقاعده. هذا وقد سجل عدد المتقاعدين خلال شهر يوليو زياده في العدد ب 55 متقاعدا موزعه على موزعين الى 33 متقاعد من القطاع الحكومي و22 متقاعد من القطاع غير الحكومي وبنسبه تشكل 40%، اما على مستوى القطاعات كان هناك 40 قطاع متقاعدا من القطاع العام في حين بلغ عدد المتقاعدين من القطاع غير الحكومي 15 وعلى الصعيد الاستثماري للهيئه من خلال صندوقي المعاشات المدني والعسكري فإنها تعمل على تنمية استثماراتها في شتى المجالات والقطاعات منها القطاعات المالية من خلال الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية تشير التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمار الهيئة عبر الصندوقين في السوق المالية المحلية تناهز 47 مليار ريال موزعة بين أكثر من خمسة مليارات و مليون سهم وورقة مالية لفائدة صندوق المعاشات المدني وأكثر من مليار و150 مليون سهم وموزع على سهم وورقة مالية لصندوق المعاشات العسكري إذن مشاهدينا نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء ونعود إلى الدكتور عبد الله الخاطر دكتور كيف تابعت الأرقام الصادرة في التقرير وأعداد المشتركين المسجلين في الهيئة العامة للتقاعد؟ هذا المستوى الآن أصبح جزء دورة مطلوبة ودورة حياتية قبلت وأصبحت جزء من حياتنا اليوم نرى ايضا الاحصائيات مهمه بالنسبه لنا للمتابعه اللي يمكن شويه ملفت للنظر انه الاناث اكثر تقاعد من الرجال وهذا شيء يمكن ما توقعناه لكن واضح الحقيقه انه دوره حياتيه دوره المجتمع اللي ايضا بالنسبه للمتقاعدين من رجال ومن اناث ايضا الصندوق 47 مليار الان والاستثمارات معروفه، ايضا اذا كان في البورصه او في الاوراق الماليه خلال المرحله الماضيه اكيد كان الاداء ايضا متميز خلال المرحله الماضيه بعد السنين والتراجعات في البورصه. اذا المفروض الصندوق في حاله جيده اللي كنا يمكن نبغى نشوفه ايضا التوزيع بالنسبة للتوزيع المالي بالنسبة للاستثمارات وجميل الحديث عن أيضا المساهمين كيفية الاستثمار بشكل عام توزيع الأصول توزيع المحافظ المردود إذا كان هناك مردود هذا الجانب اللي أيضا نحتاج نبدأ أيضا نشوفه خاصة بالنسبة ل التقاعد لأن في نهاية المطاف هي الحقيقة صندوق استثماري أموال من المتقاعدين أو المتقاعدين النشطين وأيضا في الاستثمار أهم ما في العملية هيئة التقاعد تدفقات النقدية التدفقات النقدية من خلال المتقاعدين والمتقاعدين النشطين أو التدفقات الخارجة أيضا وخاصة المدعومة بالاستثمارات في الجانب الآخر لذلك أحد أهم عادة خاصة في الصناديق اللي هو وجود السندات لان السندات لها مردود ثابت خاصه اذا كانت سندات سياديه بالنسبه للدوله وهذا اللي حتى الان يمكن ما شفناه معظم يبدو الاستثمارات في العقارات او في السندات ولذلك هناك حاجه لاعاده هيكله اعاده توزيع ويكون جزء نعم. السندات ومدخول السندات اساسي ايضا بالنسبه إلى الاستثمارات لك قبل ذلك يعني كما لاحظت في التقرير دكتور ارتفاع وزيادة في عدد المشتركات في القطاعين الحكومي وغير الحكومي إلى أي مدى ممكن أن نقول بأن سياسة تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة العملية يعني تنعكس اليوم وتؤتي أيضاً أكلها صحيح, صحيح. يعني يمكن ايضا المهم يعني شديد الاهميه الحقيقه انه هناك الان شبكه امان بالنسبه للمجتمع ككل، القطاع قطاع العام، قطاع الاعمال، اناث، رجال، الكل اليوم مجتمعيا هناك حس بالامان خاصه بالنسبه ل طبعا مستوى المعيشه، القدره على طبعا مستوى الرفاهيه اللي اصبح المجتمع متعود عليه الضمان هذا الجانب أساسي خاصة أنه طبعا هناك حالات اجتماعية متفاوتة طلاق أباء أطفال أيتام غيره مثل هذا الصندوق الحقيقة يعني يكون شبكة شبكة اجتماعية شبكة أمان اجتماعية أساسية ومهمة ومثل ما تفضلت الحقيقة نرى أنه طبعا المجتمع ككل اليوم الهيئة الحقيقة يعني قائمة بعملها إناث رجال عاملين متقاعدين كل إذا المجتمع ككل اليوم هناك شبكة أمان للمجتمع ككل وهذا أساسي نعم نشك معنا في الحوار في هذه اللحظات مشاهدينا سيد علي العنزي الخبير الاقتصادي من الكويت صباح الخير سيد علي أنظمة التقاعد الخليجية بشكل عام تشهد تطور ملحوظ وتنسيق مشترك نسبيا لكن البعض يرى أنها بحاجة إلى مزيد من التطوير لمواكبة تطلعات المشتركين والمتقاعدين على حد السواء كيف ترى الآلية التي تسير فيها استثمارات أنظمة التقاعد في دول الخليج؟ صباح الخير نادين والساده المشاهدين الكرام حقيقه خلال الفترات الماضيه لا شك ان انظمه التقاعد والامن الاجتماعي بشكل عام اصبح هاجسا للحكومات الخليجيه قامت بتطوير انظمه تقاعد او هيئات تقاعد بشكل او باخر في مجلس التعاون قد يكون في الكويت يعني سبقت بقيه الدول مجلس التعاون في انشاء هيئه تقاعد ما يسمى لدينا التامينات الاجتماعيه هي امن مجتمعي على بطبيعه الحال لا شك ان هذه الاموال ايضا قامت هذه الهيئات بتطويرها او استثمارها بشكل او باخر باستثمارات مستقله عن استثمارات الدوله، قد تكون مشابهه للاستثمارات السياديه، ولكن هناك صناديق خاصه لهيئات تقاعد تقوم باستثمارها في استثمارات ذات مخاطر محدوده، لماذا؟ لان هذه الانظمه او هذه الهيئات اصبحت الان مستقله بالتالي تحاول دائما ان تعتمد على نفسها من بالتمويل المستقبلي، الا تصل لما يسمى بالعجز الاكتواري. في هناك حسابات اذا ما زاد مثلا عدد المتقاعدين احيانا عندما تخفض سنين التقاعد ان تصل بعض الصناديق او او بعض هذه المؤسسات الى ما يسمى العجز الاكتواري وهو عندما لا تكون ايرادات هذه التامينات والصناديق لا تغطي ايضا مصروفات من من للتقاعد ومن الان ياخذون هذه الرواتب بعد ان اجتازوا فترة العمل وانتهوا من عملية العمل لا. خليجيا هناك لا. نعم تنسيق وهناك أيضا تطور ملحوظ سواء بالأنظمة أو بالتشريعات أو بعملية الاستثمار أو بعملية إدارة هذه الأموال لذلك نرى الأعداد كما تحدثت في قدر ثمانين ألف عدد كبير جدا نسبة إلى عدد السكان وأيضا متقاعدين خمسة ألف إذا لازلنا في البدايات وبعيدون إن شاء الله عن العجز الإكتواري احمد استثمارات ملياريه كما تتابعها لصندوق التقاعد والمعاشات واليوم ليست فقط هي في يعني الاوراق الماليه او او الاسهم تشمل استثمارات داخل قطر خارج قطر ايضا تجاوزت اكثر من 110 مليارات ريال في العام الماضي صحيح يعني عاده الصناديق الخاصه بالتقاعد لا تبحث عن مستويات ربحيه مرتفعه مع مخاطره عاليه بالعكس تبحث عن خلينا نقول استثمارات نظيفة قوية ذات قيمة جيدة آمنة نوعا ما أو أكثر أمانا من غيرها حتى لو كان العائد المتوقع خلينا نقول أقل من عوائد أخرى ولكن نسبة الأمان ونسبة توفير السيولة اللي هي سهولة تسهيل هذه على الأصول على المدى المتوسط والطويل مع العائد يعتبر أساسي جدا مهم وبالتالي تنويع أيضا هذه المصادر وعدم وضع البيض في سلة واحدة مهم جدا وأساسي وهي عم نشوفه ب اللي هو صندوق التقاعد الخاص يعني دولة قطر، شفنا أول شيء تنويع داخل السوق من حيث الأسهم، عدة شركات بعدة قطاعات مختلفة، معظم هذه الشركات تم شراءها عند مستويات سعرية جيدة، وإذا بنحسب العائد على السعر الشراء يعتبر مرتفع جدا، بنفس الوقت التنويع بالابتعاد عن الأسهم بخلينا نقول والذهاب إلى سندات واستثمارات عقارية داخل وخارج البلد جميع معطيات التنويع موجودة جغرافية والاستثمارية وبنوع النشاط كلها تقريبا موجودة وسهلة وأيضا مهم جدا أنه ننوه أنه إذا بنشوف العوائد اللي بتم تحقيقها على مستويات الأسهم مقارنة بسعر الشراء في ذلك الوقت لصندوق التقاعد ي يعتبر من أنجح الصناديق القادرة على جلب أرباح خلال الخمس أو العشر سنوات الفائتة برأيي واضح مشاهد الكرام نذهب إلى موضوع جديد حيث سلطت فوربس الشرق الأوسط في تقريرها الأخير الضوء على أقوى الشركات القطرية من خلال قائمة أكبر ثلاثين شركة عامة في قطر والتي جاء ترتيبها بناء على قيمتها السوقية وذلك تبعا للبيانات التي اعتمدتها فوربس اعتبارا من نهاية العام الماضي مزيد من التفاصيل مشاهدة الكرام حول فوربس الشرق الأوسط وتقريرها الأخير مع الزميلة روان إسماعيل إليك روان شكرا لك مروان وفي تقرير بورس أو فوربس الشرق الأوسط عفوا على قائمة أكبر 30 شركة عامة في قطر احتلت مجموعة كيو أم بي الصدارة في هذه القائمة حيث بلغت قيمتها السوقية أكثر من 53 مليار و300 مليون دولار طبعا بحسب البيانات الصادره عن نهايه العام الماضي، هذه المجموعه التي تعد الاكبر في الشرق الاوسط وافريقيا من حيث الاصول، ويعمل هذا البنك او هذه المجموعه في 31 دوله بشكل مباشر او من خلال شركات تابعه لهم. جاء في المرتبه الثانيه في قائمه فوربس شركه صناعات قطر بقيمه سوقيه بلغت 26 مليار و200 مليون دولار، وتملك المجموعه حاليا 80% من شركه قطر للبتروكيماويات، 50% من قطر للاضافات البتروليه المحدوده كما تملك بالكامل شركه قطر ستيل وشركه قطر للاسمده الكيماويه وضمت قائمه فوربس لاكبر الشركات العامله في قطر ايضا مصرف قطر الاسلامي الذي حل في المرتبه الثالثه بقيمه سوقيه بلغت حوالي 12 مليار دولار ثم في المرتبه الرابعه ازدان القابضه قيمه سوقيه بلغت 11 مليار و700 مليون دولار ثم في المرتبه الخامسه مصرف الريان تقدر قيمته السوقيه ب10 ملايين و أو بعشرة مليارات و مليون دولار. شملت القائمة أيضا مجموعة مهمة من الشركات المدرجة أسهمها في بورصة قطر من أبرز هذه الشركات ضمن قائمة العشر الأوائل جاءت سعيد للبتروكيماويات القابضة في المرتبة السادسة ثمانية مليارات و مليون دولار يليها البنك التجاري سبعة مليارات و200 مليون دولار، 6 مليارات و مليون دولار ستة مليارات و مليون دولار و وشركه الكهرباء والماء القطرية معنا أيضا ضمن القائمة بخمسة مليارات و مليون دولار، ثم في المرتبة العاشرة تحل وقود بخمسة مليارات و مليون دولار تقريبا. وكانت مجموعة بنك قطر الوطني قد تصدرت قائمة فوربس لأقوى 30 بنك في الشرق الأوسط لعام 2022 بإجمالي أصول بلغت قيمتها 300 مليار و300 مليون دولار، حل في المرتبة الثانية بعد مجموعة كيو آم بي بنك أبو ظبي الأول بإجمالي أصول بلغت قيمتها 272 مليار و400 مليون دولار، ثم البنك الأهلي السعودي في المرتبة الثالثة اصوله التي بلغت 251 مليار دولار تقريبا وضعته في هذه المرتبه، ضمت قائمه فوربس ايضا لاقوى 30 بنك في الشرق الاوسط لعام 2022 ثلاثه بنوك قطريه اخرى غير مجموعه كيو أن بي هي مصرف قطر الاسلامي، البنك التجاري القطري ومصرف الريان. ونشرك معنا في هذه اللحظات ضيفنا من بورصه قطر الصحفيه الاقتصاديه السيد عمر القضاء. صباح الخير سيد عمر اذا كيو ان بي في الصداره على صعيد الشركات العامه القطريه على صعيد البنوك في المنطقه وواحد من اقوى الشركات المدرجه اهم العوامل التي وضعت كيو ان بي باصوله وبقيمته السوقيه في هذه المرتبه بداية أسعد الله صباحك وصباح جميع المشاهدين بالفعل روان ربما أن بن قطر الوطني تصدر القائمة وكان هذا مدعوم بالعديد من الأسباب أيضا هناك لابد الإشارة أيضا أن القطاع البنكي في دولة قطر أيضا أخذ فرصة جيدة خلال هذه القائمة واحتل العديد من المراكز لابد الإشارة إلى أن القطاع المصرفي في دولة قطر يخطو خطوات ثابتة خلال الفترات الماضية شهدنا هناك يعني بالرغم من التداعيات لجائحة كورونا والتحديات على الصعيد الاقتصاد العالمي إلا أنه استطاع القطاع المصرفي حقيقة أن يوازن في العديد من الفترات الماضية أن يكون هناك تحقيق هامش أرباح وإن كان هناك انخفاضات هناك أيضا على صعيد العديد من المؤشرات الاقتصادية شهدنا هناك أن الديون المتعثرة ذات بنسب كانت منخفضة أيضا هناك العديد من المؤشرات بالنسبة كيو إن بي هو أحد أكبر المصارف على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، يمتلك أصول عديدة، يتعامل ويعمل في العديد من الأسواق، أيضا لديه استثمارات متعددة، أيضا لديه العديد من المحافظ الاستثمارية في العديد من الدول يمتلك العديد من البنوك ويساهم ويشارك في العديد من البنوك ربما أن هذا أحد أسباب تصدر لهذه القائمة خلال الفترة أو عن السنة الماضية نتيجة لعمله في العديد من الأسواق ونتيجة لإدارة محافظه الاستثمارية بشكل حصيف وأيضا دعم الاقتصاد القطري بشكل عام للقطاع المصرفي وتصدر هذا القطاع حقيقة ودعمه بشكل أساسي الاساسي للاقتصاد القطري واستفادته من العديد من المؤشرات الاقتصاديه في الكليه لدوله قطر. احمد عقل باعتبار انه يعني القيم القيم السوقيه للشركات هي قيم يعني قابله للزياده، اليوم نتحدث عن دخول شركات يعني ما بين العام الحالي والعام الماضي، دخول ايضا شركات في فوربس كاعلى شركات قيم سوقيه ليس فقط على مستوى قطر وانما على المستوى العالمي، صناعات قطر واحده منها هي ثابته يعني في 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 فوربس لكن الشركات نتحدث مثل مسيعيد نتحدث ب القابضة نتحدث عن مصرف الريان وشركات أيضا مثل أريدو شركة الكهرباء والماء قطر للوقود حدثني عن أهمية هنا التوسعات التي جرت سواء على ارتفاعات القيم السوقية وتأثير ذلك أيضا على مكانة هذه الشركات ضمن الأكبر على المستوى العالمي صحيح هلا بالنسبه للشركات المدرجه بالبورصات القيمه السوقيه من السهل تحديدا لانه تعتمد بشكل اساسي على سعر السهم وبالتالي الانتعاشات الاخيره التي شفناها ببورصه قطر من بعد انتهاء الجائحه ودخول المستثمرين بشكل قوي الى السوق القطري وارتفاع الاسهم اذا بنشوف نحن في ارتفاع قوي جدا وحققنا قمم تاريخيه ساعد بشكل اساسي برفع القيمه السوقيه، اكيد ارتفاع الاسهم هيدا ما بيتم بشكل اعتباطي ولكن هناك معطيات لدخول المستثمرين للشراء بهذه الاسعار المرتفعه. شيء أساسي منه هو أداء الاقتصاد القطري وبالتالي قدرة هذه الشركات على التوسع وتحقيق مزيد من الأرباح وارتفاع الأرباح تعني بالضرورة ارتفاع أسعار الأسهم بشكل عام أيضا ما بدنا ننسى أنه القرارات الجيدة والصحيحة الاستثمارية المهمة يعني اليوم نحن عم نحكي عن كيو ام بي أحد أكبر العلامات التجارية من أهم معطيات القيمة السوقية الكبيرة لكيو ام بي هي أصوله وبالتالي جودة الأصول وقدرته على انتقاء أصول جيدة عند مستوى نمو قوي يعتبر أساسي اليوم أصول كيو ام بي فقط تقريبا 300 مليون دولار عم نحكي تقريبا تريليون ريال وما فوق تخطت حاجز التريليون ريال وهذا الرقم يعتبر ميزانيات لبعض الدول في عنا دول لا تملك أصول بهذه ال فإذا كيو ام بي اليوم استطاع بوقت سابق أنه يختار استثمارات حقيقية وجيدة ويعني قوية وقادرة على النمو بنفس الوقت بالنسبه للشركات الاخرى برايي انا ان الاقتصاد القطري الدعم الحكومي نمو الاقتصاد الفوائد الموجوده الفرص الاستثماريه المهمه بدوله قطر ساهمت بشكل كبير بقدره هذه الشركات على التوسع وعلى تحقيق نمو جيد بالارباح وبالتالي جذب مستثمرين جدد لهذه الشركات مما ساهم برفع قيمه الاسهم بشكل عام مشاهدي الكرام نذهب بكم اللحظه الى افتتاحات البورصه القطريه واخر الاسعار المسجله للشركات إذا مشاهدينا الكرام جلسة منتصف الأسبوع يفتتحها المؤشر ضمن النطاق الأخضر وإن كان قد قلص نسبيا مكاسب بدايات الجلسة إلى مستويات تقل عن عشر نقطة مئوية في هذه اللحظات 13639 نقطة تقريبا تسجل في هذه اللحظات 47 أو 48 مليون سهم يتم التداول عليها بقيمة إجمالية تفوق ال 146 مليون ريال و4365 صفقة يتم تنفيذها نلاحظ بعض النشاط النسبي لهذا الصباح مقارنة بما بدأنا عليه جلسة يوم الأمس، البضائع والخدمات الاستهلاكية واحد من ثلاث قطاعات تفتتح هذه الجلسة ضمن النطاق الأحمر هو الأكثر تراجعاً لهذا الصباح بنصف النقطة المئوية التأمين ثلث النقطة المئوية وحوالي 20 نقطة المئوية يسجلها قطاع البنوك والخدمات المالية، الصناعات في المقابل لا يسجل مكاسب بحدود عشر النقطة المئوية يسبقه قطاع النقل بإضافة تزيد على 13% الاتصالات ضمن القطاعات الأفضل لهذا الصباح بإضافة تصل إلى 17 النقطة المئوية أما الصدق لهذا اليوم فهي القطاع العقاري المرتفع بحوالي 19 نقطه المئويه على صعيد الشركات الاكثر نشاطا معنا اليوم استثمار القابضه نلاحظ بعض الضغوط البيعيه على السهم الذي يشهد حركه مضاربيه واضحه لهذا الصباح وواحد من انشط الشركات حتى هذه اللحظه 28 مليون ونصف المليون ريال يتم التداول عليها عند مستويات ريالين وربع ريال الطبيه ايضا يتداول بنشاط عند حدود ال 25 مليون ريال 22 مليون و 34 مليون ريال السهم البنك التجاري وكيو ام بي ضمن النطاق الاحمر يتداول على قرابه 12 مليون ريال على صعيد الشركات الاكثر انخفاضا لهذا اليوم كيو ال ام في الصداره راينا الضغوط على السهم على فترات خلال هذا الاسبوع والاسبوع الماضي اليوم تراجعت ب 3 وربع في المئه الاسلاميه لتامين يسجل تراجعات ب 19 نقطه المئويه 21 نقطه لمجموعه مقدام القابضه وسهم الاسمنت ضمن ابرز المتراجعين لهذا الصباح ب 21 في المئه مسجله في هذه اللحظات ولدينا مجموعه من الاسهم القياديه تسجل تراجعات ابرزها كيو ام بي كذلك وقود وناقلات بالاضافه الى ودام واستان أما الشركات الأكثر ارتفاعا لهذا اليوم فيأتي في صدرتها المتحدة للتنمية 2.4% يضيف سهم إلى رصيده عند مستويات ريال و59 درهم لدينا سهم الخليج للمخازن اليوم أيضا يسجل مكاسب بحوالي 1.17% 1.5% يسجلها سهم الملاحه حوالي 11 ريال و56 درهم سعر يسجله سعر راس الشركه خلال هذه اللحظات، وإذا دعم مهم لقطاع النقل في هذا التوقيت، في حين رأينا بعض الضغوطات على القطاع خاصة في النصف الأول من الجلسة الماضية، سهم الرعاية أيضا ضمن أبرز المرتفعين بواحد وثلث في المئة، لدينا سهم سعيد، سهم أوريدو، وسهم بنك الدولي الإسلامي أيضا ضمن أبرز المرتفعين لهذا الصباح. اذا مشاهدينا نعود بكم الى ضيفنا في بورصه قطر السيد عمر القضاء اذا سيد عمر لازلنا نشهد المسار العرضي على المؤشر المكاسب في النصف الاول من جلسه اليوم من جلسه الامس والجلسه السابقه لها يسير بها المؤشر في وتيره نوعا ما هادئه ودون كثير من التحركات ما اسباب هذا المسار للمؤشر بالتاكيد يعني بالفعل هناك استمرار للنهج او للتداول العرضي في بورصه قطر نتيجه للعديد من الاسباب ربما ابرزها اليوم نحن نتحدث عن ان جلسه اليوم هي جلسه ما قبل الاغلاق الشهري وايضا ما قبل تنفيذ مراجعه مورجان التي من الممكن ان يتم التي سيتم تنفيذها نهايه جلسه الغد ايضا هناك حاله من الضبابيه في الاسواق العالميه نتيجه لايضا العديد من الأسبوع. المعطيات على على صعيد الاقتصاد الامريكي وايضا الاقتصاد العالمي بشكل عام، ايضا هناك ربما عدم استقرار وعدم وضوح الرؤيه بشكل جيد بالنسبه لاسعار النفط خلال الفتره المقبله، لذلك نشهد ان حتى اسعار النفط في الجلسه الواحده هناك تذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض في الجلسه الواحده وربما ما شهدناه في تعاطي البورصه القطريه مع هذه الانباء خلال الفتره الماضيه، ولكن بالتاكيد اليوم ما زال هناك العديد العديد من الأسهم ما زالت هناك إقبال من أو زخم شرائي من قبل المؤسسات الأجنبية ما زال هناك أيضا العديد من الفرص الاستثمارية في بورصة قطر ربما أننا وإن كان هناك يعني تفاعل مع الأخبار العالمية والأخبار في الاقتصاد العالمي إلا أنه رأينا أن هذا التفاعل ما زال تفاعل ربما لا يكون كما رأينا في الفترات السابقة ربما بالرغم من الانخفاضات التي تشهدها الأسواق العالمية إلا أن بورصة قطر ما زالت محافظة عند مستويات 13600 وفوق ال 13500، ربما ان العديد من العوامل الاقتصاديه المحليه هي التي تدعم اليوم بورصه قطر خلال هذه الفتره، اليوم نحن وان كان هناك ضبابيه في الاقتصاد العالمي الا انه الاقتصاد القطري اليوم يستعد لاستقبال تنظيم كاس العالم اواخر العام الحالي، ايضا هناك العديد من الشركات تستفيد من اسعار النفط عند 100 دولار للبرميل، ايضا هناك النتائج المالية التي تم الإعلان عنها في النصف الأول والتي يتوقع استمرار هذا الزخم والنمو في أرباح الشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي ربما أن الحذر موجود خلال جلسات الأسبوع الحالي وحتى جلسات نهاية الأسبوع الماضي عقب ما شهدناه من ارتفاعات واختراق لمستويات الأربعة عشر ألف هذا الهدوء الحذر ربما أنه سيستمر لجلسة اليوم سيستمر لجلسة الغد وبعد ذلك سيتم ربما مع بداية الشهر المقبل المقبل وسبتمبر أن يكون هناك عودة وزخم أكبر للمؤسسات الاستثمارية نتيجة لانتهاء الشهر والإغلاق الشهري ربما أن بعض المحافظ الاستثمارية اليوم ما زالت تعمل على الهدوء خلال هذه الفترة وخلال هذه الجلسات نتيجة لإغلاق الشهري نتيجة لتحديد طبعا. مراكزها نتيجة للعديد من العوامل التي ربما عادة ما كنا نشهد أن جلسات نهاية الشهر تشهد هدوء حذر و... بالاضافه الى الاسباب العالميه التي تطغى على اسواق المنطقه. دكتور سيبقى الوضع في بورصه قطر رهينه ما يجري على في الساحه العالميه من تاثيرات التضخم من ناحيه الركود، تاثير ذلك ايضا اسعار الفائده، تاثيرها على اسواق الولايات المتحده وول ستريت تتحدث عن اوروبا وبالتالي قد تلغي جانب كبير من العوامل الايجابيه الداخليه. والخاصه ايضا بمؤشرات الاقتصاد وهذا ما يجري كل اسبوع الحقيقه احنا في مرحله اختلفت فيها الحسابات يعني عاده عندما تكون المخاطر في الاقتصاد العالمي بكل انواع الحقيقه تكون اثارها سلبيه على الاقتصاد في المنطقه والاقتصاد القطري لكن الفتره هذه في اختلافات كبيره الحقيقه أولا يعني جانب الأمان خاصة في المنطقة اختلف يعني الأحداث الأخيرة أزاحت المخاوف أزاحت الحقيقة المخاطر بعيد عن المنطقة إذا اليوم المنطقة في أكثر أمان وهذا يمكن نحن تحدثنا في بشأن الأس ام بي اثنين ايضا تداعيات الازمه الان القائمه نراها في زياده في التدفقات الماليه بالنسبه لدوله قطر والمنطقه اذا المخاوف الكبيره يبقى يمكن خاصه اما سلاسل التوريد سلاسل النقل او ايضا معدل التضخم، لذلك المخاوف بشكل عام الحقيقه ليست كالعاده، حساباتنا لابد تختلف حتى حساباتنا بالنسبه لجوانب الاستثمار وغيره، ايضا بالنسبه لمعدلات التضخم، عملات المنطقه، التدفقات النقديه مهمه بالنسبه لنا، ايضا ارتباط الريال خاصه بالنسبه للدولار. والدولار يقوى يعني في حال زياده التدفقات النقديه ايضا تزداد التدفقات النقديه هي بالدولار اذا هناك زياده مضاعفه في الدخل مع ايضا حفظ وجانب جانب دفاعي بالنسبه للتضخم ولذلك التضخم في الاقتصاد العالمي اضعاف التضخم في الداخل نعم. عندنا بقطر. نعم، سيد علي كم هو حجم الدور الذي يلعبه سعر النفط في اداء الاسواق الخليجيه احنا راينا مع تراجعات الاسبوع الماضي الضغط الذي تشكل على الاسواق بدايه هذا الاسبوع ايضا ثم راينا مع ارتفاعات الامس مكاسب سجلت في بعض الاسواق الخليجيه واليوم يتواصل الاداء الايجابي كم هو مهم عامل سعر النفط في اداء الاسواق في هذه المرحله حقيقه روان النفط مهم جدا على المستوى الـ الـ المتوسط والطويل بالنسبه لمؤشرات الاسواق الخليجيه طبعا تختلف بين مؤشر واخر المؤشر السعودي قد يكون ايضا حتى على المستوى القصير مستوى المضاربات اليوميه بينما معظم بقيه الاسواق الخليجيه اعتقد ان عامل ارتباط على المدى المتوسط احيانا يصادف ارتفاعات اسعار النفط او انخفاضها انخفاض الاسواق العالميه فبالتالي تكون هناك تأثير مشترك بين تراجع الأسواق العالمية وتراجع أسواق النفط أو العكس بينما ما حصل خلال الأسبوع الماضي نهاية الأسبوع الماضي وخسارة الداو جونز ألف نقطة رأينا الأسواق الخليجية تتماسك كثيرا حقيقة ولم تتراجع بنسب كحال الأسواق ال المتقدمه او حتى بعض الاسواق الناشئه او الدول الصناعيه التي تعتمد على اسعار النفط، كان هناك دعم واضح من اسعار النفط، اسعار النفط ربحت خلال الاسبوع الماضي 4%، اليوم ايضا رابحه اسواق النفط ايضا ما يقارب 2% على وقع طبعا احداث يعني سياسيه في العراق ايضا وخوف من ايضا امدادات، ولكن اجمالا تأثير وحاجه لدعم أسعار النفط للأسواق أو النفط أو الطاقه للأسواق الخليجيه مهمه جدا ورأينا ذلك في عام 2016 عندما تراجعت أسعار النفط دون يعني دون ظروف معينه في الاقتصاد العالمي رأينا تراجع وتأخر المؤشرات الخليجيه بعد ذلك بشكل كبير وأيضا انخفاض المؤشرات وفقدها أيضا كثير من السيوله. إذا مشاهدينا الكرام في ملفنا التالي يثير موضوع التضخم القلق ليس فقط على مستوى الاقتصادات والحكومات فحسب بل ايضا على مستوى شعوب العالم، أظهر استطلاع حديث الرأي أن التضخم احتل المرتبة الأولى كأكثر الأمور إثارة للقلق لدى شعوب 27 دولة، شملهم هذا الاستطلاع ليتفوق التضخم بذلك على عوامل أخرى أبرزها الكورونا والإرهاب. اذا مشاهدينا مزيد من التفاصيل عن اكثر الامور قلقا بالنسبه لشعوب العالم ولماذا جاء التضخم في الصداره الجواب مع زميله نادين تفضلي نادين صباح الخير صباح الخير روان مروان ضيوفنا الكرام صباح الخير مشاهدينا التضخم يتفوق على الكورونا والفقر والارهاب كيف ذلك هذا ما جاء في استطلاع أجرته شركة إبسوس لنحو عشرين ألف شخص وبالغ تتراوح أعمارهم بين 16 عام و78 سنة في 27 دولة عن أكبر ثلاث مواضيع إثارة للقلق بالنسبة للشعور للشعوب حيث أظهر أن التضخم هو الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمستطلعين واحتل التضخم المرتبة الأولى بنسبة 38 في المئة بينما حل الفقر في المرتبة الثانية ب 33 في المئة. وجاء ثانيا في القائمة كأكثر الأمور المثيرة للقلق. وأتت الجريمة والعنف بالمرتبة الثالثة بنسبة 26 في المئة. ورابعا حلت البطالة بنفس النسبة تقريبا 26 في المئة. بينما كان الفساد خامس أكثر الأمور إثارة للقلق. وفقا للاستطلاع للرأي بنسبة 23 في المئة. في حين أتى القلق من فيروس كورونا عاشرا في هذه القائمة بنسبة 14 في المائة. هذا وقد انخفض معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يوليو الماضي دون التوقعات مسجلا 8.5 في المئة بعدما كان وصل لمستوى قياسي بلغ أربعة عقود. وقد قفز معدل التضخم السنوي في السوق الأوروبية قرابة 9% في المئة في أوروبا في يوليو الماضي بعدما كان 8.5 في يونيو الماضي حسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات وفاق النسبة المرتفعة للتضخم توقعات المركزي الاوروبي بأكثر من أربعة أضعاف حيث كان يستهدف 2% نتيجة اختلالات المرتبطة بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من تغيرات وضغوطات كبيرة فقد استجابت المصارف المركزية العالمية بشكل سريع لارتفاع مستوى التضخم وخاصة البنك الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة أكثر من مرة منذ بداية العام الجاري في حين تسبب تأخر قرار المركز الأوروبي في رفع الفائدة في انهيار سعر صرف اليورو مقابل الدولار حتى وصل الى مستويات قياسيه لم يبلغها منذ عشرين عام طبعا انتقل الى السيد احمد عقل وسيد احمد يعني القلق لدى الشعوب احتل التضخم المرتبة الاولى الصدارة وتفوق أيضا على مسائل أخرى نفس الفقر والإرهاب وكورونا حتى برأيك ما هي الأسباب التي جعلت التضخم في المرتبة الأولى بالنسبة لأكثر الأمور قلق لدى شعوب العالم وليس فقط الحكومة صحيح التضخم بشكل عام بأثر على جميع الأشخاص بجميع جوانب حياتهم اليومية وبالتالي هو يصيب جيوب الأشخاص وأموالهم بشكل مباشر خاصة من يملك مدخرات مالية من قام بالعمل لفترات وبالتالي قام بادخار أموال معينة هون يكون هو أحد الخاسرين المباشرين بسبب موضوع التضخم لأن التضخم يعني انخفاض القوة الشرائية للأموال وبالتالي من يملك المال النقدي بين يديه يشعر يوميا بانخفاض قيمة هذه الأموال وبالتالي عدم قدرته على, على تلبية نفس الاحتياجات مع, مع مرور الوقت هيدا بخليه عم يتأثر بشكل سلبي هون بكون الخوف الدائم لدى الأشخاص والشعوب من موضوع التضخم موضوع كورونا بالرغم من جميع مساوئه ولكنه أصاب شريحة معينة يمكن أكثر من غيرها بالعكس كان في شرائح استفادت من هالموضوع اللي هي تعمل بالقطاع الطبي وعندها لنقول صناعات معينة وغيرها وأيضا لم يكن مستمر وبشكل مباشر على يعني جيوب الناس ايضا اذا بنشوف موضوع الارهاب وموضوع العنف فقط. وغيره غير منتشر بشكل شخصي لجميع الاشخاص هون موضوع التضخم موضوع شخصي شامل لجميع الأشخاص ويضرب جيوبهم بشكل مباشر وإدخاراتهم اللي هن براهنوا عليها لفترات القادمة بحياتهم نعم أنتقل الآن إلى الكويت والسيد علي العنزي إذا انعكاسات سيد علي رفع الفائدة على أيضا الحكومات وأيضا المستهلكين والمستثمرين نعم لرفع الفائده ليس فقط على الحكومات انما على الاقتصاد على النمو الاقتصادي، عمليه رفع الفائده تؤثر سلبا على في حركه النمو الاقتصادي او في النمو الاقتصادي بشكل او باخر، لذلك نجد ان الاوروبيين تاخروا كما جاء في التقرير لان اصل الاقتصاد الاوروبي يشكو يشكو منذ عقد تقريبا من الأزمة المالية العالمية لم يتخلص الاقتصاد الأوروبي من حالة الحقيقة السلبية لذلك تأخروا كثيرا لعل وعسى أن يقوموا بكبح التضخم عبر أدوات أخرى ولكن للأسف الشديد دخل ركود وقد يكون هذا الركود كبير وذلك ايضا بسبب ايضا قد يكون الحرب الروسيه الاوكرانيه لا شك وارتفاع اسعار الطاقه. لا شك ان التضخم نعم هو احد الان الهواجس لدى الجميع، هو لا شك انه يمس الحياه بشكل يعني مباشر وشكل صريح كذلك أعتقد أن الآن الحديث في مجمل الحديث الاقتصادي وأيضا نشرات الأخبار تتحدث عن تضخم بالتالي يؤثر نفسيا حتى لمن لا يلمس هذا التضخم في بلده أيضا الحديث المستمر عن التضخم وعن ركود تضخم والإعلام لا شك أنه أيضا يؤثر في نفسيات الناس بالتالي يذهبون الى انه هو الهاجس الاول الان لمعظم شعوب العالم نعم الدكتور عبدالله كيف يمكن يعني كبح جماح التضخم وما هي التحديات التي تواجه المصارف المركزيه العالميه وكيف يعني ما هي الحلول المتوقعه لذلك طبعا الحقيقه اللي واجه المصارف المركزيه في العموم التقلبات اللي حدثت خاصه ما بعد كورونا وانطلاقه الاقتصاد بشكل سريع ما استطاعت خاصه الشركات من مجارات مستوى الحقيقه الطلب ولذلك راينا ثم ايضا كانت هناك سلاسل التوريد ايضا لاعاده عجله الاقتصاد العالمي الحقيقه احتاج العالم لفتره اطول بكثير من توقعاتنا، هذا وكل الحقيقه رفع الاسعار ورفع التكاليف على الدول، رفع التكاليف على الشركات، رفع التكاليف على الافراد، ثم دخلنا بعدين طبعا اوكرانيا وصار في ضغوط اكبر بسبب الغذاء ارتفاع اسعار الغذاء وارتفاع اسعار الطاقه ومن ثم ايضا الحقيقه كان هناك ضغوط اخرى تضخميه دفعت المصارف المركزيه لرفع اسعار الفائده من اجل محاوله على الاقل ايقاف التوقعات زياده الاسعار وخاصه التضخم لان هذا دخل على العقار وبدأت الأسعار ترتفع بشكل رهيب لذلك اضطر المصرف المركزي رفع أسعار الفائدة لإيقاف على الأقل هذه التوقعات والتحكم في توقعات التضخم بدأنا نرى وحسب التقرير السابق تراجع أسعار تراجع معدلات التضخم من ثمانية تسعة إلى ثمانية خمسة ولذلك متوقع ولكن ظل المصرف المركزي أيضا يرفع أسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة على الدولار يؤثر على كل البنوك المركزية الأخرى إما للمجاراة أو يصبح هناك أيضا مضاربة على العملات ولذلك نرى مدى المجارات نعم. البنوك الأخرى مع طبعا البنك, البنك المركزي الأوروبي ما كان قادر على مجارات الفيدرالي فرأينا كيف انضرب الحقيقة اليورو في الفترة الأخيرة لذلك عملية مترابطة صحيح. دقيقة ويدخل فيها أيضا العامل الإنساني والتوقعات وهي الأصعب لإدارتها من قبل مصارف المركزية نعم. أشكر في هذه اللحظات السيد عمر القضاء الصحفي الاقتصادي من بورصة قطر كما أشكر السيد علي العنزي من الكويت كنت معنا مباشرة عبر سكايب أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير عاجلة للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء المتسارع ووضع مقترحات لإصلاح سوق الكهرباء بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين وقالت فوندرلاين التي تترأس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في خطاب ألقته أثناء قمة بلد الاستراتيجية في سلوفينيا إن صعود أسعار الكهرباء بسرعة الصاروخ يكشف حالياً الاسباب المتباينه والقيود المفروضه على مخططنا لسوق الكهرباء في الوقت الحاضر. في غضون ذلك قالت ايران ان المفاوضات مع الولايات المتحده بشان اقتراح الاتحاد الاوروبي لاحياء الاتفاق النووي ستمتد الى سبتمبر ما يقوض التكهنات بان زياده تدفقات النفط باتت وشيكه. مزيد من التفاصيل نُشرك معنا من تورنتو السيد شوقي مهدي الخبير في شؤون الطاقه صباح الخير سيد شوقي الى اي مدى ممكن لانباء هذا الاتفاق مع الولايات المتحده ما بين الولايات المتحده وايران والغرب بشكل عام بشان الملف النووي ان يساهم في اولا حل مشكله أوروبا والقارة الأوروبية وسد ما ينقصها من غاز وإمكانية إيران على سد هذا النقص ومن ناحية أخرى تأثيره على أسعار النفط صباح الخير مروان صحيح هو الاتفاق النووي الإيراني أو إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني ومسودة الاتفاق التي طرحت نحو لإيران ورد عليها ومن ثم الكثير من الأخبار التي رشحت خلال الفترة الماضية السوق قام بتسعير هذه الخطوة إن جدر أن نقول ذلك خلال الأيام الماضية رأينا الهبوط في أسعار النفط إيران يمكنها أن تضيف العديد من براميل النفط لدى السوق تمتلك مخزون أكثر من 100 مليون برميل وفي في مرافق التخزين لديها وفي السفن وايضا لديها حوالي 50 مليون في مرافق التخزين البريه. تستطيع ان تضخ هذه ال ال الكميات بالاضافه للنفط الايراني الموجود بالفعل في السوق، كل ذلك يمكن ان يخلق تخمه في السوق على المدى الفوري، رغم من ان الزياده الفعليه للنفط الايراني قد تحتاج لوقت حتى يستعيد السوق عافيته، ولكن لان السوق اصبح مضطرب لان السوق اصبح اكثر حساسيه تجاه الاخبار الجيوسياسيه، اصبح هنالك فارق ما بين اساسيات السوق وما بين ما يحدث في الواقع، ايضا المخزونات الامريكيه وغيرها من الاحداث التي يمكن ان تغير في المشهد سوق الطاقه خلال الفتره المويلة في حال تم الاتفاق ما بين ايران والولايات المتحده، وهذا يمكن ان يحتاج لبعض من الوقت. على مستوى الغاره الاوروبيه هي اكثر حرصا هذه الايام. على الوصول لاتفاق وهي متعطشة إن جاد لنا أن نقول بين هلالين للنفط الإيراني وخاصة الدول في شاطئ البحر الأبيض المتوسط التي تستورد النفط الإيراني من قبل يمكن أن تعود وتعود جزء من فقدان النفط الروسي مع دخول خطة قطع او خفض امدادات النفط من روسيا وخاصه الامدادات المنقوله بحرا، كل ذلك يمكن ان يلقي بظلاله على السوق، فيما يتعلق بالغاز المقاربه هي تختلف قليلا ولكن ايران هي اللاعب الرئيسي في السوق تمتلك اكبر احتياطات، ولكن الاستثمار في الغاز يختلف مروان عن الاستثمار في النفط، دوره الاقتصاد او دوره الاستثمار في الغاز تحتاج على الاقل من اربع الى خمس سنوات حتى يكون المنتج في متوفر في الاسواق عكس ما يحدث في سوق النفط ولكن بالتاكيد يعني ذلك ضخ المزيد من الاستثمارات دخول الشركات الكبرى تنويع محافظ محافظها الاستثماريه في السوق الايراني سوق الغاز بشكل عام هي سوق نعم. ضيقه والطلب كبير على هذا المنتج نعم نعم سيد شوقي من العوامل التي من المنتظر ان تؤثر كذلك خلال الفتره المقبله هو اجتماع اوبيك بلس بالمناسبه يعني الاجتماع المقبل يوافق الذكرى السادسه للاتفاق منذ سبتمبر عام 2016 هل من مستجدات يمكن ان تغير ما نتابعه اليوم من اداء ومن اسعار ومن حتى اتفاقيات على صعيد اسواق النفط؟ صحيح روان هي ست سنوات على انشاء تحالف اوبيك بلس وهو والذي اثبت كفاءه في اداره السوق واثبت السوق بانه لا يمكن ان يح ان يكون هنالك توازن بدون ان تكون هنالك اداره للسوق، على عكس ما كان يحدث طوال سنوات اوبك يعني لم تكن تدرك الدور الحقيقي الذي يمكن ان يقوم به التحالف او اداره للسوق بشكل عام، وبالحديث عن الذكرى السادسه روان اذكر ان الاعلان الذي تم عنه التحالف في الجزائر في سبتمبر من 2016 سبقه مشاورات في الدوحه واذكر نحن كنا نغطي هذه الاجتماعات التي كانت في ابريل في عام 2016 في الدوحه فيما عرف ب مشا... أو مشاورات أو مبادرة الدوحة لإعادة التوازن للسوق النفط العالمي الاجتماعات كانت تستمر حتى الفجر و... ومن قبل اجتماع أبريل في 2016 كان هنالك اجتماعات في فبراير 2016 ومن ثم تم تعديلها للمزيد من التشاور وتم الإعلان عن, ال... عن تحالف أوبك بلس في سبتمبر في الجزائر اليوم صادف الذكرى السادسة, السادسة لهذا التحالف وهو اكبر تحالف لاعاده توازن لسوق النفط ويستمر التحالف حتى نهايه العام من المتوقع خلال هذا الاجتماع ان نرى مقاربة مشتركة جديدة للتحالف فيما يتعلق بسوق النفط خلال الفترة المقبلة خاصة وأصبحت هنالك معطيات جديدة في السوق متعلقة ب أحد الأعضاء المهمين في التحالف وهو إيران حيث أن الوصول لاتفاق يعني ضخ المزيد من النفط الايراني في السوق، راينا تصريحات متعدده للعديد من المسؤولين ووزراء النفط خلال الفتره الماضيه بينهم الامير عبد العزيز بن سلمان، ومن ثم ثمانيه دول اكدت او ايدت ما جاء في التصريحات السابقة لوزير النفط السعودي بامكانيه ان يحدث تخفيض في الانتاج خلال الفتره المقبله لاعاده التوازن في حال تم ضخ المزيد من النفط. اذا اجتماع الاثنين المقبل هو اجتماع مهم يترقبه السوق نظرا لان هنالك عده سيناريوهات يعني يمكن ان نقولها في هذا الاتجاه من بينها وهو ان يكون او ان يبقي التحالف على الانتاج الحالي بمعنى ان يبقي على الزياده المتواضعه التي تم اقرارها في الشهر الماضي بحوالي 100 الف برميل يوميا وهو يعني السيناريو الارجح في هذه المقاربه او يمكن ان ان يقوم التحالف بإلغاء الزيادة المائة ألف برميل نظرا لي لأن هنالك مشكلة حقيقية تواجه هذه الدول التقرير الذي صدر في يوليو الماضي عن عن نسبة امتثال الدول للاتفاق المستهدف أو الانتاج المستهدف ارتفع إلى وثمانين في المئة مقارنة ب في المئة خلال الأشهر الماضية نعم. معنى ذلك أن الانتاج الفعلي لدى دول اوبك بلس هو اقل من المستهدف هنالك اكثر من من 2 مليون و الف برميل هي ناقصه او لا تستطيع الدول ان توفي بها بالتالي هذا السيناريو ايضا راجح وايضا سيناريو اخر يتحدث او يرشح في وسائل الاعلام هو ان تقوم او ان يقوم التحالف بخفض الانتاج في الاجتماع المقبل بمستويات أكثر من 200 و 300 ألف برميل وأنا أرى أن هذا السيناريو هو بعيدا نوعا ما نظرا لأن كما, ذك... يعني كما ذكر يعني الأستاذ مروان قبل قليل بأن الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة المشاورات تستمر حتى سبتمبر المقبل بمعنى أن اي تاثير لدى النفط الايراني لن يكون خلال الشهر المقبل ربما يعني نتحدث عن شهرين او ثلاثه مقبلات حتى نرى النفط الايراني في السوق مهم. بالتالي لن نتوقع ان يقوم التحالف بخفض المزيد من النفط خلال اجتماع الاثنين المقبل. السيد شوقي مهدي الخبير في شؤون الطاقه كنت معنا من تورنتو في كندا لك كل الشكر والتقدير. نعم مشاهدينا وطبعا الشكر موصول لضيوفنا في الاستديو الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي وكذلك ضيفنا السيد احمد عقل المحلل المالي اذا مشاهدينا الكرام نشكركم كذلك على متابعتكم القيمه لنا لهذا الصباح شكرا لكم مشاهدي الكرام ونلقاكم غدا في ذات الموعد الى اللقاء